المدرسة الأستاذ صالح بن هادي الحبابي. لقد كانت هذه الندوة تحظى بمتابعتك وإشرافك ودعمك، وأنت ترى الآن استواء حصادها يسر الناظرين، فلك الشكر ومن معك بعد شكر الله. سأعفي نفسي من كثرة المديح لأنكم أهل لأكثر منه، ولأن العاملين أمثالكم تسرهم نتائج الأعمال لا مزخرفات الأقوال، فنحن ننتظر إطلالتك لتقص لنا طرفاً من رؤيتك لهذه الندوة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة محافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبد الرحمن السالم، سعادة مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة الخرج الدكتور زيد بن محمد الجليفي، أصحاب السعادة، أيها الإخوة والأخوات، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في ندوتنا في الشراكة المجتمعية التي أسميناها بالجريمة والمسؤولية الأمنية والاجتماعية. حقيقة في البداية أتقدم بالشكر لسعادة المحافظ على رعاية هذه الندوة، وهذا ليس بمستغرب على سعادته، فقد عودنا على دعمه ومتابعته لكافة أنشطة المحافظة. بالأمس رعى سعادته حفظ الله حفل تكريم متفوقين لأبنائنا وبناتنا، واليوم يرعى هذه الندوة. أتقدم أيضاً بالشكر لسعادة مدير تعليم الخرج الذي دعمنا وشجعنا، وكل ما عرضنا عليه من برنامج أو منشط يعود بالنفع على المحافظة أو على أبنائنا كان أول الداعمين والمشجعين. لا أقول هذا مجاملة، ولكن من باب الاعتراف بالحق وبالشكر لسعادته حتى ليلة البارحة وهو في اتصال ومتابع وسؤال عن ترتيب هذه الندوة. لن أبيع الماء في حارة السقائين كما يقال، ولن أتكلم عن أهمية الندوة وعن أهمية الأمن بحضور الأساتذة المختصين الأكاديميين من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ولكن سوف أتكلم بشيء يسير عن أهمية الشراكة المجتمعية للمدارس. في العصر الحديث أصبحت المدرسة الحديثة تختلف عن المدرسة في السابق، كان دورها محصور فقط على ما يقدم المعلم داخل حجرة الصف للمتعلمين، وفي اليوم أصبح دور المدرسة أشمل وأكمل، فهي جزء من المجتمع تؤثر وتتأثر به. ونحن في ثانوية الجامعة تحديداً وفي مدارس الجامعة حقيقة، وإن كان أنا أحد منسوبي هذه المدارس، نفخر ونفاخر بهذا الصرح الذي يجعلنا ويحفزنا لأن نبذل المزيد. وأعلم جيداً أن من أهداف تأسيس هذه الشركة المباركة أنها الخدمة المجتمعية لمحافظة الخرج وحتى على مستوى الوطن الكبير. نحن في ثانوية الجامعة وفي مدارس الجامعة استشرنا الكثير من التربويين والأخصائيين في علم النفس ما هي أو ما هو الموضوع المناسب لهذه الندوة، ووقع الاختيار على الجريمة والمسؤولية الأمنية والاجتماعية. بلا شك أن نحن في الميدان لنا دور إضافة إلى الدور التعليمي والدور التحصيلي، الدور الأمني والدور الاجتماعي، وهذا أقل ما نقدم لمحافظتنا الغالية. نحن اليوم حقيقة جرت العادة على أن تكون الأفراح والأعراس والمناسبات في المساء، لكن اليوم حق لنا أن نعكس هذه القاعدة وأن نكون هذا اليوم هذا الصباح هو عرس تربوي وعرس اجتماعي وعرس أمني. ونشكر جميع الحضور من أصحاب السعادة فرداً فرداً الذي لا يتسع الوقت لذكرهم، وأيضاً الأخوات الحاضرات هذا اليوم. إن كان من كلمة فيها ترحيب خاص
بضيفنا الذي قدم من خارج المنطقة سعادة الأستاذ محمد بن سعد الدخيني المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم. أعلم جيداً مدى ارتباطه مع سمو الوزير ومعالي النائب، لكن آثر الحضور ونتقدم باسمي واسم زملائي منسوب المدارس بالشكر له. بدأت بالشكر وأختم بالشكر. شكراً سعادة المحافظ، دعمك وتشجيعك لنا يجعلنا نبذل الجهد الكبير لخدمة الخرج وأهل الخرج. شكراً سعادة الدكتور زيد، دعمك وتحفيزك لنا. شكراً سعادة المساعد للشؤون التعليمية. شكراً سعادة المساعد للشؤون المدرسية. شكراً لأخي سعادة المساعد أو سعادة المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن شائع المطرفي الذي أحرجنا. نحن بادرنا بالفكرة لكن المنفذ الحقيقي هو أبو شائع، شكراً له. شكراً لزملائي في المدرسة فرداً فرداً على التنظيم الذي سبق هذه الندوة، وشكر خاص لأخي وصديقي الأستاذ عبد العزيز المعيدر وكيل المدرسة الذي بذل جهداً أيضاً، وبقية الزملاء. لا أريد أن أستأثر بالحديث، فأنا وأنتم كلنا شوق للاستماع لضيوفنا من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. أترك التعريف بهم لأخي وزميلي الأستاذ مدير الندوة الأستاذ مصلح بن عبيد العنزي المرشد الطلابي في متوسطة أبي دجانة، وحاصل على درجة الماجستير في علم النفس، وطالب لدرجة الدكتوراه في جامعة نايف. فالكلمة له. أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.